أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف على أحكام الفقه الإسلامي، أيضا تتعرف على أنواع الفقه أو أنواع الوقف الاختياري. حرم الإسلام القمار لأن المقامر يأخذ المال من الآخرين بغير حق، مما يؤدي إلى نشر الكراهية والعداوة بين الناس. مفهوم القمار عزيزي الطالب هو أن يشترط أحد الطرفين أو المتسابقين أو كلاهما على الآخر بأن يأخذ الفائز من الخاسر ما يتفقان عليه من المال. أما حكم القمار هو عد العلماء القمار من كبائر الذنوب وأجمعوا على تحريمه مستدلين بما جاء من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فدل الحديث على أن الدعوة إلى المقامر معصية تستوجب التوبة وتستحق أن يكفر عنها بالصدقة، فكيف بمن يباشر فعل القمار؟ أما الحكمة من تحريم الإسلام القمار فلأنه ليس من طرائق الكسب المشروع، إذ يأخذ المقامر المال من غيره دون مقابل، ويعتمد في ذلك على الحظ والمصادفة، مما يؤثر العداوة والبغضاء بين الناس. هناك صور للقمار عزيزي الطالب، وهي المراهنة، اللعب على شرط، ألعاب الحظ. المراهنة أن يتفق طرفان على أن يدفع أحدهما شيئا من المال للطرف الثاني إن خسر أو فاز طرف ثالث، كأن يتفق شخصان على أن يدافع أحدهما للآخر 100 دينار في حال فوزه فريقه في مباراة كرة القدم. أيضا اللعب على شرط أن يكون باشتراط أن يدفع الخاسر للفائز مبلغا من المال، كأن يتفق طرفان على أن يدفع الخاسر في لعبة الشدة 50 دينارا. ألعاب الحظ يدفع المشتركون مبلغا ماليا مقابل الدخول في سحب عشوائي ويربح فيها شخص واحد ويخسر بقية المشتركين، مثل بطاقة اليانصيب سواء كانت لأغراض خيرية أو غيرها، لأن أصل الفعل محرم. وقد ظهرت صورة حديثة للقمار عن طريق بعض المواقع الإلكترونية تسمى القمار الإلكتروني، ويدخل إليها المقامرون في البداية بهدف الترفيه، ثم يقودهم ذلك للإدمان على القمار الذي يطلق عليه القمار القهري. أنواع الوقف الاختياري الجائز: يتحقق الوقف الكافي حين يقف القارئ على كلام يؤدي معنى صحيحا ويتعلق بما بعده من ناحية المعنى فقط، ويكون ذلك على نهاية الآيات وقد يكون خلالها. علامة الوقف الكافي في المصحف، يمكن معرفة الوقف الكافي في المصحف الشريف عن طريق علامات الوقف مثل صلى وحرف الجيم التي توضع في الكلمة الموقوف عليها في منتصف الآية. مفهوم الوقف الكافي عزيز الطالب هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا ويتعلق بما بعده من ناحية المعنى فقط لا من ناحية اللفظ. هناك حالات للوقف عزيزي الطالب، عليك أن تقوم بقراءة بعض الآيات الكريمة وتحدد حالات الوقف الكافي من خلالها. الوقف على آخرها أيضا وقف كاف، فآخر الآية قد أدى معنى تاما ولم يتعلق بما بعده من جهة اللفظ، ولكنه مرتبط به من جهة المعنى، لأن الآيات التي بعدها تتحدث عن الكافرين. أيضا ألاحظ أن الوقف في المثال الثاني الذي يقول قال تعالى: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، صدق الله العظيم، هو وقف كاف لأنه قد أدى إلى معنى تام ولم يتعلق بما بعده من جهة اللفظ، ولكنه مرتبط به من جهة المعنى، لأن الجملة التي بعدها تتحدث عن استحالة شركهم بالله تعالى. عليك عزيز الطالب أن تقوم باستخراج مواضع الوقف الكافي وتبين حالاته في الآية قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية تقوم على استخراج موضع الوقف الكافي وتبين بعد ذلك حالته. أيضا عزيز الطالب عليك أن تقوم بقراءة سورة الأعراف. سورة الأعراف تقوم باستخراج موضع الوقف الكافي وبيان حالته. أيضا بالتعاون مع مجموعة عزيز الطالب من قراءة سورة الأعراف تقوم بتطبيق أحكام التلاوة والتجويد.
طلب من أحد أفراد المجموعة بتقييم تلاوته ومدى التزامه بالوقف الكافي، ثم تدون عدد الأخطاء التي قام بها. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.